المعتمد من قبل وزارة العمل، ويتم يعني أي موافقة يتم، وحتى يعني بعد ما يتم منح الموافقة يجب على من يحصل على هذه الموافقة أن يراجع مدير التشغيل لكي يؤكد مدير التشغيل بأنه لا يوجد هنالك باحث عمل عن هذا الموضوع. طبعا هذا لا. النظام هو نظام وطني وليس لوزارة العمل. يعني مثلا في أمانة عمان تقدر تدخل فيها العمال الوافدة، في جميع مديريات التشغيل العمال الأردنية الباحثة عن عمل، جميع مراكز يعني التشغيل في الأردن أيضا مديريات التشغيل يتم من خلالها إدخال طلبات للباحثين عن الباحثين. نعم، عطوفتك تفضل الدكتور عاطف بأن هنالك قضايا الفصل التعسفي كثرت، ما دور وزارة العمل في هذه القضايا؟ في الحقيقة أنا ما عندي إحصائيات إذا كانت كثرة أو لا، وذلك لعدم الاختصاص، لأنه موضوع الفصل وفصل التعسفي هو يعني هو من طبيعة يعني أو من اختصاص المحاكم وليس من اختصاص تفتيش العمل، ولكن نحن نتلقى العديد من 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 الشكاوي ويتم التعامل معها. قضايا يعني قضايا الفصل في صراحة يعني الأرقام حسب إعلام لا يوجد لدي يعني إحصائية دقيقة، ولكن هي أرقام متواضعة يعني اللي وصلت لوزارة العمل مقارنة بالقضايا الأخرى كالأجور ومعدل الساعات العمل والعمل الإضافي. عطوفتك، أتت هذه الحملة من تنظيم قطاع الأعمال الوافدة، أتت متوازية مع الحملة الوطنية للتشغيل. نعم. كم ستوفر هذه الحملة الذي ستنظم قطاع الأعمال الوافدة، كم ستوفر فرص عمل في الحملة الوطنية للتشغيل من تشغيل أبناء الأردن؟ والله احنا بنتوقع انه من خلال حملة، طبعا احنا حملاتنا بالنسبة للتشغيل حملات مستمرة. نعم. يعني احنا عندنا الحملة الأولى خلصت والحملة الثانية خلصت والآن نعدل الحملة الثالثة، يعني نسعى لحوالي تشغيل 20,000 فرصة عمل في جميع المؤسسات في مناطق المملكة إن شاء الله. نعم، أعتقد أنه الأول مرحلة وثاني مرحلة تم تعيين 24 تم توفير 24 فرصة عمل كما تفضل 24,000 فرصة عمل كما تفضل وزير العمل. لكن ما أريد أنا حتى أستوعبه وحتى المشاهد يستوعبه، هل هذه الحملة انطلقت متوازية مع هذه الحملة لتوفير فرص عمل للمواطنين الأردنيين، وما نصيب الجامعيين من هذه من حملة التشغيل الوطني للتشغيل؟ بالتأكيد احنا كوزارة عمل نستهدف جميع الفرص، جميع الفرص هي للأردنيين. هذا من 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 باب اول، سواء كانوا من اخواننا الجامعيين او من اصحاب المؤهلات الاقل، ولكن يعني نأمل ان يكون، لانه بصراحة يعني الاخوان الجامعيين ممكن ان يكون لهم طموحات في وظائف تكون ذات مستوى اعلى من الوظائف المطروحة. يعني الان لا يمكن اعطاء أو تجديد تسريع عمل لعامل فني أو عامل إشرافي بمهنة إشرافي أو تعليمي أو صحي أو يعني تقني معين إلا في حال عدم وجود يعني بديل أردني. فبالتالي حتى الحاصلين على تسريع عمل من الاستثمارات الخارجية في المناطق الصناعية المؤهلة وهي ذات اختصاص يعني شديد، لا يمكن أن يتم منحهم تسريع عمل أو تجديد تسريع عملهم إلا إذا يعني ثبت أو أثبت صاحب العمل عدم وجود أردني بديل متقدم لهذه الوظيفة. نعم، نتلقى اتصال من الأستاذ طه محمد، تفضل. أستاذ طه، يسعد مساك. أستاذ طه محمد. ألو. تفضل أستاذ. أستاذ طه. ألو. تفضل، أنت على الهواء أستاذ طه. مش سامع يا سيدي. تفضل، أنت على الهواء، يسعد مساك. أنا مش سامع. مساء خير. مساء الأنوار، تفضل. يا سيدي العزيز، سبب البطالة بالأردن. نعم. ألو. سامعينك، تفضل. سبب البطالة بالأردن. نعم. أخطاء ألو. سامعينك، مداخلتك أستاذ طه. يا سيدي العزيز، سبب البطالة بالأردن. والله ماني سامع شيء. أستاذ طه، احنا سامعينك، مداخلتك. فقدنا الاتصال من أستاذ طه محمد. عطوفتك، نشرتم أنتم أعداد الوافدين المخالفين حتى أنه بلغ، سمعت أنه 98,000 عامل مخالف. نعم. لكن هذه الوجبة الأولى. نعم، هذه الوجبة الأولى. كم عدد العمال الذين تودون نشرهم وحتى تبدأ عمليات تصويب الأوضاع أو تسفيرهم؟ كم يعني بدي العدد الكامل في نهاية المرحلة؟ نعم. سيكون بحدود 225,000 عامل وافد. نعم. مخالف. طبعا احنا بنتأمل من خلال يعني المهلة هذه اللي الوجبة الأولى
أن يكون هناك زيادة في عملية تصويب أمور الأعمال الوافدة. فمثلا احنا عملت مقارنة ما بين خلال الأسبوع الأول للترويج أو للإعلان عن هذا القرار، فصراحة وجدت أنه يعني النتائج إيجابية على موضوع زيادة في عدد تصاريح العمل اللي تم إصدارها ضمن الفترة. فعملنا الإحصائية خلال الأسبوع من نهاية شهر 11 2012 وقارنته في الأسبوع الأخير اللي هو من شهر برضو من آخر أسبوع في شهر 11 من 2013. فكان عدد تصاريح العمل في عام 2012 خلال هذا الأسبوع 10700 تصريح عمل هذا المجموع. الآن في هذا الأسبوع بعد الإعلان عن هذا القرار أصبح عندي 16500 بواقع حوالي 6000 يعني تصريح خلال عن أسبوع، أكثر من 50% زيادة على حجم أو على عدد التصريح، وهذا مؤشر جيد على موضوع يعني تصويب سوق أوضاع سوق العمل وما له فوائد وأموال يعني ذاهبة هنا وهناك يتم يعني إيرادها إلى الخزينة بمبلغ إجمالي وقدره يعني بالنسبة للتصويب حوالي في هذا الأسبوع حوالي 3,780,000 دينار. وبالتالي يعني هذا له مردود أكيد يعني اقتصادي واجتماعي وتأثير على البطالة وعلى سوق العمل إن شاء الله بشكل أفضل. يعني نتأمل أن يعني في الأيام القليلة القادمة أن يزداد ويتضاعف هذا العدد، وبعد الوجبة الأولى إن شاء الله يعني ستكون الأعداد نتوقع أنها راح تكون بشكل أكبر بكثير ويعني بأعداد إن شاء الله يعني تكون عطوفتك. أريد أن متى ستنتهي مهلة تصويب الأوضاع حتى يعلم صاحب العمل ويعلم العامل الوافد، متى ستنتهي هذه المدة لتصويب أوضاع العمال الوافدة في الأردن؟ يا سيدي هل هنالك مدة محددة؟ أنا بدي أختلف معك في المسمى، هي ليست فترة تصويب أوضاع ولكن هي فترة إمهال للعمالة الوافدة بترتيب وتوفيق أوضاعها. لأنه الأخوان من الجنسيات الأخرى يفهمون بأن فترة تصويب الأوضاع هي فترة أن تقدم فيها الحكومة تنازلات عن بعض التعليمات أو عن رسوم لبعض السنوات. هذه فترة للعامل الوافد أن يوفق وضعه ضمن التعليمات الحالية، ولكن بفترة إمهال قدرها للمجموعة الأولى لحد 11-11، المجموعة الثانية لحد 11-12، والمجموعة الثالثة سيصدر آخر قرار في 11-1-2014، بعدها تنتهي وإن شاء الله أن الأعداد يعني تظهر. فبالتالي يصبح معظم العمال الوافدين الموجودين في الأردن إما أن يكونوا قد يعني وفقوا أوضاعهم وأصبحت أمورهم قانونية، أو أنهم أصبحوا عمال تم تسفيرهم وهم الآن قيد عمال مطلوبين ومعمم عليهم. عطوفتك عندما يأتي صاحب عمل لتصويب أوضاع هذا العامل الوافد، خلينا نحكي أنه صار له سنتين مثلا بيعمل بدون تصريح، ما هي الإجراءات وما هي الغرامات التي يتم دفعها من قبل صاحب العمل لتصويب وضع هذا العامل الوافد؟ إذا كانت مؤسسته بحاجة لهذا العامل حسب التعليمات، يعني أن يستحق أن يأخذ أن يستفيد من تشغيل عامل وافد وتخطى جميع الشروط اللي تكلمنا عنها سابقا، يجب أن يدفع رسوم عن السنوات التي بقي العامل فيها بالأردن بدون عمل، وقيمتها حسب إذا كان زراعي يدفع حوالي 120 دينار عن السنة، وإذا كان بمهن أخرى ممكن يدفع 370، وإذا كان في قطاع المطاعم ولسنوات عديدة ممكن يدفع يعني مبالغ أكبر من هذه، وإذا كانت خادمات منازل فأيضا أو إلى فئات المطاعم حتى يعلم أصحاب المطاعم ما مقدار المال الذي الغرامة الذي يدفعها صاحب العمل على تصويب أوضاع هذا العمل في السنة. هي ليست غرام، هي رسوم تصريح عمل. رسوم حوالي 400 دينار في السنة تقريبا لأصحاب المطاعم للقطاع تقريبا. عطوفتك أريد أن أرجع إلى الحملة الوطنية للتشغيل، المرحلة الثالثة كم تستهدفون من الوظائف للشباب الأردني؟ إن شاء الله 20,000. 20,000، ما هو نسبة الطلبة الجامعيين من هذا الرقم؟ هل للجامعيين نصيب من هذا الرقم من هذه 20,000 وظيفة؟
أكيد. أم أنها فقط إنشائية وما شابه من ذلك؟ لا لا، هي طبعا هو بطبيعة العمل أنت عندما تريد أن تنشئ مشروعا ممكن أن تحتاج 200 عامل لإنشاء المشروع، ولكن عندما تريد أن تشغل هذا المشروع تحتاج إلى 50. فبالتالي يعني مبرر أن يكون الطلب على العمالة الإنشائية والعمال اللي هم خلينا نحكي في لعمليات الإنشاءات وعمال الزراعة أن تكون أعدادهم أكبر. أما الأعمال الفنية بشكل أقل، الأعمال الأكاديمية بشكل أقل أكثر. فبالتالي يعني هي طبيعة المطلب للموظف أو للإنسان المتعلم الحاصل على أو الجامعي، أكيد هي هو يعني جاي ضمن الشريحة التي تكون فرص العمل فيها أقل من أقرانه أو من يعني إخوانه اللي ما معهم تعليم. فبالتالي بطبيعة الحال نسبته أقل، ولكن أنا ما عندي نسبة، ولكن إن شاء الله أن تكون نسبة عالية جدا، لأنه إحنا زي ما حكيت لك ضيقنا الخناق على موضوع العمال الوافدة في عملية حتى تجديد تصريع عملهم، اللي حاصلين على تصريع عمل عندما يأتي لتجديد تصريع عمله قبل انتهائه هنالك شروط مشددة، ويعني عند يعني توفر بديل لا يمكن أن يتم تشغيل هذا العامل. يعني هنالك نصيب للجامعة إن شاء الله سيكون نصيب أكبر. نعم. عطوفتك العمالة الوافدة كم أثرت على نسبة البطالة في الأردن؟ نسبة البطالة عالية، والكثير يقول أن العمالة الوافدة والعمالة الوافدة هي التي أثرت على ارتفاع نسبة البطالة، وأننا نلاحظ أن نسبة البطالة في تزايد وليس في تناقص. نعم. هل هذه الحملة كانت تستهدف بأن تقلل من نسبة البطالة وتوفر فرص عمل للشباب الأردنيين في شتى المواقع؟ بالتأكيد يعني هذه الحملة هي جاءت لتنظيم سوق العمل. نعم. يعني أول هدف من أهداف سوق العمل هو موضوع البطالة، ولكن البطالة بصراحة هي ليست مسؤولية وزارة العمل لوحدها، البطالة هي مسؤولية وطنية. لكن أنتم تنظمون هذا القطاع. نحن ننظم هذا القطاع بما يعني يساهم في عملية الحد من موضوع البطالة وموضوع تشغيل الأردنيين. هي ليست مسؤولية وزارة العمل لوحدها، هي مسؤولية لأصحاب العمل، مسؤولية للدوائر الأخرى، مسؤولية لممثلين العمال، مسؤولية لممثلين أصحاب العمل، للنقابات، هذه مسؤولية اجتماعية مشتركة. ولكن أيضا هي وزارة العمل هي يعني اللاعب الرئيسي في هذا الموضوع وفي عملية تنظيمه.